السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة نكمل الجزء الثاني من التوتوريال رقم واحد مادة 215 دي. إحنا هنا هنتكلم عن الإلكترونيك فوتينج اللي هو التصويت الإلكتروني، وهنحاول نطبق الخمس مفاهيم اللي إحنا اتكلمنا عليها على التصويت الإلكتروني. طبعا الخمس مفاهيم اللي هي الكونفيدنس اللي هي سهولة الاستخدام أو ملائمة النظام للناس، acceptability اللي هي القبول الخاص بالسيستم دوت، reliability مدى قدرة السيستم اللي موجود عندي دوت على تحقيق الغرض منه، identity اللي هي الهوية، ازاي الشخص مثلا يثبت هويته في حالة الانتخابات، consequences اللي هي العواقب او النواتج الناتجة عن نظام الالكترونيك فوتينج. اول activity بيسألهولي بيقولي do you think تعتقد ان استخدامك لجهاز الكمبيوتر بدلا من البيبر بالوتس، بيبر بالوتس مقصود بيها اوراق الاقتراع او اوراق الانتخابات او التصويت في الانتخابات، دي فكرة جيدة ولا لا وليه؟ فهو بيقول إنه computers are good at counting، أجهزة الكمبيوتر حلوة جدا في عملية العد، بتعد أرقام مثلا أو تعد أوراق التصويت، لكن المشكلة إن إحنا مش عارفين هي بتعد إزاي، يا ترى هل هي بتعد مظبوط لصالح حزب، ولا ممكن تكون مثلا بتعد خمس أصوات لصالح حزب ما، وتروح تضيف صوتين مثلا عشوائيين لصالح حزب تاني. يبقى احنا دلوقتي مشكلتنا انه اجهزة الكمبيوتر جيدة جدا في عملية الكاونتينج، لكن ما احناش عارفين هي بتعمل كاونتينج ازاي، بالاضافة لتعقيدات هتظهر دلوقتي. اي نعم الكمبيوتر حلو، بس بيؤدي لوجود تعقيدات اضافية على موضوع الانتخابات. بالاضافة على الجانب الاخر هو بيقول ان البيبر بعملية استخدام البيبر بالوتس دي سهلة جدا، انت بتوقع او بتختار المرشح الخاص بيك، بعدين تطبق الورق وتحطها جوه صندوق، وبعدين بيتم فرز الاوراق في مكان عام وخلاص. المشاكل اللي عندنا، اول حاجه مين اللي هيوفر اجهزه الكمبيوتر اللي هتعمل عمليه الفوتنج دي؟ هو وود سبلاي ذا فوتنج كمبيوترز. الحاجه الثانيه البرنامج، مين اللي هيعمل مينتيننج للبرنامج دوت؟ مين اللي هيعمل له صيانه؟ مين اللي هيبرمج الاجهزه ديت؟ هل جهه حكوميه ولا قطاع خاص؟ طب ما ممكن يكون الجهه الحكوميه اللي موجوده عندي ديت متفقه مع الدوله انها حكوميه فتزور الانتخابات. ازاي نعمل تشيكينج، نشيك على البرنامج اللي موجود عندي دوت ونتاكد ان هو بيشتغل من غير ما يكون فيه اخطاء؟ طيب وهل الجهه اللي هتشيك دي برضه جهه حكوميه ولا قطاع خاص؟ طب يا ترى لو السيستم اللي موجود عندي ده عطل خلال الانتخابات، ايه البدائل او ايه الحلول اللي المنتخب اللي هنعملها؟ الاجهزه ديت ازاي هي اجهزه الكمبيوتر اللي مستخدمه في الانتخابات ازاي نعمل لها سكيورنج؟ يعني مثلا دلوقتي هل هنحطها في مكان كده ونسيب عليها عسكري واحد او اتنين، ولا المفروض انها بتكون موجوده في اماكن محميه حمايه قصوى مثلا؟ ازاي نضمن هاو كان بي شور نضمن انه البيانات دي او الاجهزه دي مش هيعمل اصلها كومبرومايز، يعني محدش يلعب فيها؟ ازاي نتاكد ان الاجهزه دي او الكمبيوتر المفروض انها تديني النواتج السليمه؟ يا ترى هل الناس مستعدين لاستخدام او لاستقبال الاجهزه دي؟ هنتكلم على الايرش ماشينز اللي هي الالات الايرلنديه. هو بيقول لي انه في سنه 2004 المفروض ان الحكومه الايرلنديه بوست بون، يعني اجلت استخدام الكمبيوتر بيست فوتنج سيستم، وانه في مجلس التصويت الالكتروني عموما طلع تقرير في سنه 2006. التقرير دوت الخلاصه بتاعته إنه الماشين ريكوردينج ذا فوتس هتكون مقبولة لو تم إجراء مجموعة من التعديلات، إن الأجهزة المستخدمة لعملية الإلكترونيك فوتينج هتكون جيدة لو تم إجراء بعض التعديلات عليها، لكن النظام نفسه اللي هو السوفت وير المستخدم، السوفت وير ده مش مطابق للمواصفات اللي موجودة عندي. وبيقول هنا إن الأكسبتابيليتي قبول الناس للسيستم دوت بيعتمد على البابليك بيرسبشن أوف ذا ريلايبيليتي، على مدى قدرة السيستم اللي موجود عندي على تنفيذ وظيفته ودقته والثقة الناس فيه، التراست وورثنس. يبقى إذن دلوقتي خلاصة الموضوع إنه في سنة 2006 أصدرت لجنة الانتخابات الإلكترونية تقرير بإن آلات عد الأصوات اللي هي counting machines هتكون مقبولة فقط في حالة إجراء بعض التعديلات عليها، وكمان إن برنامج إدارة الانتخابات اللي هو السوفت وير أو اللي هو الإلكشن مانجمنت سوفت وير دوت المستخدم عشان يعمل سيت اب للسيستم ده ما كانش على المستوى المطلوب، wasn't of the required standard. طيب نتنقل لحاجه ثانيه اللي هي الدوتش ماشينز اللي هي الالات الهولنديه، هنتكلم عن الاكسبتابيليتي.
هو بيقول لي هنا إنه بعد 15 سنة من استخدام الآلات الهولندية في عملية الإلكترونيك فوتينج، مجموعة من المختصين بعلوم الكمبيوتر ادعوا إنه الأجهزة دي اللي هي الإي فوتينج سيستم اللي هو بيسموها ميداب ما كانتش سكيور. يعني قعدوا 15 سنة يعملوا انتخابات، بعد 15 سنة اكتشفوا إنها مش سكيور وإن الناس دي كان بينضحك عليها. ده غير كمان إنه في سنة 2006 في برنامج تلفزيوني الدوتش تي في نيوز بروجرام أثار بعض المخاوف حوالين السكيورتي والريلايبيليتي الخاصة بالأجهزة ديت. ده سؤال مقالي ممكن يجيلي، فهو بيقول لي why did ليه الحكومة الهولندية دوتش كبرلمنت والمجلس الانتخابي والميديا فقدوا الثقة اللي هي confidence in the acceptability of NIDAB voting computer؟ ليه كل دول فقدوا الثقة في نظام الانتخابات الإلكتروني اللي اسمه NIDAB؟ أول حاجة بيقول لي the machine were very old، الأجهزة دي قديمة جدا بقى 15 سنة شغال، وكمان كانت insecure يعني أي حد ممكن يعدل فيها، يغير في الميموري، يغير في السوفت وير اللي موجود عندي، هنشوف دلوقتي. كمان الكمبيوتر ساينتست المختصين بموضوع الكمبيوتر دوت وضحوا أو أثبتوا إنه ممكن إن أنا أعمل عملية ريبروجرامينج للسوفت وير دوت. السوفت وير هخليه يبدل الأصوات ما بين الأحزاب وبعضها، يعني نفترض إن أنا عندي حزب جمهوري وحزب اللي هو ديمقراطي. الأصوات اللي بتيجي للحزب الجمهوري هبعتها للحزب الديمقراطي والعكس مثلا، بحيث إنه الحزب بتاعي اللي هو الجهة الحاكمة هياخد أصوات أكتر. يبقى إذا الكمبيوتر ساينتست شو ذات وضحوني إنه هيكون ممكن إن أنا أعمل عملية ريبروجرامينج للكمبيوتر دوت تو سواب، يعني يبدل الفوتس الأصوات ما بين البارتيز، بارتي يعني حزب. طبعا هنا بيقولي and to raise عشان أرفع عدد الفوتس الأصوات المسجلة in favor of a specific party لحزب ما. الأجهزة نفسها كانت معرضة للريبروجرامينج ليه؟ طبعا مثلا هي المفروض ان الأجهزة اللي انا بستخدمها في عملية الانتخابات دي بعد ما تخلص الانتخابات بحطها فين؟ بتنحط في مستودع مثلا. طيب الحماية او السكيورتي اللي موجودة على المستودع قد ايه؟ مستواها ايه؟ هل هي حماية عادية عليها عسكري مثلا او رجل امن واحد بس، ولا في حماية قصوى على الأجهزة ديت؟ لأنه أي حد ممكن يعدل فيها عشان يكسب الانتخابات في المرحلة اللي بعد كده. فهو بيقول لي إنه الأجهزة دي كانت معرضة للريبروجرامينج لأن very little physical security، السكيورتي اللي كانت موجودة في الفاسيليتي، الفاسيليتي اللي هي المبنى اللي كان موجود في الأجهزة دي كانت ضعيفة. كمان في حاجة بيقول لي إن 8000 فوتنج ماشين الأجهزة دي كلها كان بيتم إعادتها بصفة دورية للمصنع عشان يشيك عليها، لكن عملية النقل بتاعها من المستودع للمصنع كانت مش سكيور، يعني ما بيكونش معاهم مثلا موظفين أمن، فممكن أي حد يسرق العربية يعدل فيها وبعدين يسيبها. يبقى إذا بيقول لي 8000 فوتنج ماشين المستخدمة على الدولة كلها were regularly returned to the factory، بتعاد من المصنع اللي بيعمل لها عملية maintenance. طبعا هنا بيقول لي wasn't subject، ما كانتش معرضة لأي نوع من أنواع special security. كمان في حاجة، الأجهزة دي كلها اللي هما 8000 جهاز دول بينفتحوا بنفس المفتاح، يعني لو واحد سرق مفتاح واحد يفتح ال 8000 جهاز، يعدل في السوفت وير، يعدل في الميموري، يلعب في الأجهزة زي ما هو عايز. إذن the keys used to unlock the machine were all the same. كمان في حاجة، المفروض إنه في شركة مختصة بتعمل تيستنج للأجهزة دي قبل ما تقوم الانتخابات، فالشركة دي بتعمل تيست. طب التقرير اللي بتطلعه دوت، التقرير دوت هل بينشر لعموم الناس ولا بينشر لجهة فئة معينة؟ قال لي التقرير دوت بينشر للشركة نفسها بس، يعني الشركة ما تنشروه في وسائل الإعلام. طب أنا شعرف، طب ممكن الأجهزة فيها مشاكل، طب ممكن التقرير دوت يعني بيقول إنه في مشاكل في السيستم اللي موجود عندي أصلا والشركة تنشرها. يبقى هنا بيقول لي the security company responsible، المسؤول عن عملية التستنج لأجهزة الكمبيوتر ديت بيرفورم، بتنفذ وان تيست، اختبار واحد كل 4 سنين. الريبورت بتاعهم بيكون confidential، confidential يعني خاص، يعني معنى كده انه محدش بيعرف بيه. طيب ما انت مظبط الامور مع نفسك، وبالتالي there is no public access to the report. اخر نقطة بنتكلم عليها ان الاجهزة دي اما اجي اعمل لها تيست، فانا بعمل لها تيست مثلا عن مقاومتها للمية والارتفاع في درجة الحرارة اللي هي الووتر بروف، لكن ما بعملهاش تيست على إمكانية التعديل في عملية الفوتينج
يعني مثلا ما بعملش تيست على السوفت وير اللي موجود عندي، هل حد ممكن يدخل ريموتلي على الاجهزه دي يغير الاصوات؟ هل ممكن حد يغير السوفت وير نفسه؟ يبقى هنا بيقول but didn't examine، ما بتفحص الاحتمالات electoral fraud اللي هو التزوير الانتخابي. وبالتالي ثقة الناس في النظام ده كله بقت معدومة. كمان هنا بيقول إن الكمبيوتر ساينتست المختصين بالمعلومات أو الكمبيوتر وضحوا إنه ممكن حد يدخل ريموتلي على الأجهزة ديت ويعدل الأصوات لصالح فيفوريت كانديديت، كانديديت يعني مرشح. خلاصة الموضوع ده كله إن الحكومة الهولندية نصحت بإجراء الانتخابات باستخدام بطاقات القراءة الورقية اللي هي البيبر بالوس، لكن عملية الكاونتينج والإحصاء بتتم إلكترونيا. بعد كده الحكومة الهولندية منعت الأجهزة دي نفسها، منعت اللي هي الإي فوتنج ماشين دي. يبقى إذا هنا the Dutch government recommended that the voting can be done on paper ballots but the counting should be done electronically. وبعد كده المفروض إن الحكومة الهولندية زي ما قلت لحضراتكم عملت بانينج، منعت أو حظرت الأجهزة اللي اسمها DRE voting machines. طب يا ترى هل المشاكل اللي احنا اتكلمنا عليها دي كلها موجودة في الآلات الهولندية بس ولا أي آلات تانية؟ هو المشاكل دي كانت موجودة في الأجهزة الأمريكية كمان. فبيقول لي البروبلمز ديت اللي كانت موجودة في النيتاب أو السيستم اللي هو الـ e-voting machine ديت ما كانتش يونيك مميزة للماكينات الهولندية بس، لكن كانت موجودة في آلات التصويت الإلكتروني اللي موجودة في أمريكا. في أمريكا بيقول إن الأكاديميكس اللي هم الأكاديميين وضحوا إنه الآلات الأمريكية معرضة لتسرب فيروسات، الفيروس دوت undetectable يعني محدش يعرف يكشفه، هيعمل عملية voting change يغير الأصوات من حزب لحزب. tricky vote changing and infection by a computer virus. الكمبيوتر فيروس ده هيعمل spread ينتشر جوه الآلات ويغير نمط الأصوات اللي موجودة فيها. هو بيقول لي إنه بالرغم من إنتاج الأجهزة دي من شركات مختلفة إلا إن المشاكل في الأجهزة دي واحدة، مثلا حتة إنه الأجهزة كلها بتنفتح بمفتاح واحد ممكن أغير الميموري اللي موجودة فيها، وإنه الفرق بيكون ما بين الأجهزة بيكون في الباكجينج، شكل الأجهزة كده بيكون جديد وخلاص. اتنين لموضوع تاني اللي هو reliability، إن هو نضمن إزاي إن السيستم دوت يحقق الهدف المطلوب منه. فهو بيقول إنه في سنة 2000 و2004 و2008 تم إجراء عملية الانتخابات في بريطانيا، وكان في لجنة حكومية اللي هي اللجنة الانتخابية المسؤولة عن ضمان نزاهة الانتخابات. كلمة نزاهة يعني integrity. إيه بقى الملاحظات اللي تبعتها الحكومة أو اللجنة الانتخابية دي؟ أول حاجة بيقول إن الإلكشن الانتخابات تم عقدها ومراقبتها من مجموعة بيسموها لندن إلكتر. لندن إلكت ديت اتفقت مع شركة برايفت كمباني عشان توفر السكانرز. إيه السكانرز ديت؟ المفروض إنه الشخص بيدخل غرفة الانتخابات وبيوقع على الصوت أو المرشح اللي هو عايزه، وبعدين في عملية الفرز أنا باخد الورقة اللي هو وقعها دي وبمررها على سكانر. السكانر ديت هي اللي بتحسب الأصوات. لو حضراتكم عارفين نظام الامتحانات الأمريكي، فالمفروض إنه بيكون فيه ورقة داتاشيت فيها دوائر، والطالب مثلا بيعلم على الدوائر ديت، وبعد كده انا باخد الورقه ديت وبروح احطها على مكنه الماشين ديت المفروض ان هي بتحسب الدرجات بتاعته. هو ده نفس الاسلوب. يبقى هنا اول حاجه انه في جهه خاصه اسمها لندن إلكت اللي بتراقب الانتخابات، والجهه دي اتفقت مع شركه اللي هي اندر المفروض انها هتوفر السكانر اللي انا بستخدمه عشان اعمل كاونتنج للفوتس. بيقول لي هنا partial audits، partial يعني جزئي، audits يعني تدقيق أو تشييك. في عملية تشييك جزئي تمت على السوفت وير والهارد وير اللي كان موجود. يبقى هنا بيقول لي partial audit of some security and software that run the machine were made by management consultant كذا كذا كذا. بيقول لي هنا كمان إن election candidates اللي هم المرشحين للانتخابات والأحزاب بتوعهم وكلاء الأحزاب ما كانوش فرحانين، يعني ما كانش عندهم مشاكل. ليه؟ لأنه الورق المستخدم تعبان أو الجودة بتاعته تعبانة، البيبر البالوتس تعبانة زي ما قلنا، الصناديق الأصوات صناديق جمع الأصوات نفسها كان فيها مشاكل مش جيدة،
الاختام اللي مستخدمه كانت اختام تعبانه اللي هي السيلز، وبالتالي السيستم كله كده فيه مشاكل. على سبيل المثال عشان اوضح لكم، احنا عندنا مكان فيه انتخابات، المفروض ان كان الشخص اللي بيروح يعمل ينتخب كان بيحط ايده في حاجه اسمها الحبر الفوسفوري. الحبر الفوسفوري دوت عشان يثبت ان هو انتخب، وامنعه بعد كده من ان هو يروح للجنة انتخابيه تانية وينتخب حد تاني. طب لو الحبر الفوسفوري دوت بقى سهل ان هو يتمسح، هو المفروض انه يقعد مثلا 8 ساعات 10 ساعات، لو سهل ان هو يتمسح طيب الشخص دوت هيروح ينتخب بدل حد تاني. طيب لو الصناديق الاقتراع نفسه او الصناديق بتاعت الانتخابات ديت كانت معموله من الخشب، يعني معنى كده ان انت ما انتش شايف ايه اللي جواها، طيب المفروض انها تكون معموله من ازاز مثلا بحيث ان انا اشوف الاصوات وهي بتترمي جواها، ده نوع من الشفافيه. كمان في مشكله حاجه اسمها فاميلي فوتنج. فاميلي فوتنج معناها ايه؟ معناها انه اكتر من واحد يدخلوا للمكان اللي مخصص للانتخابات. يعني انا دلوقتي مثلا ما بعرفش اقرا ولا اكتب، فانا هيدخل معايا واحد، الراجل ده مسؤوليته ان هو يقول لي اختار دوت ولا اختار دوت ولا اختار ده، طب ما هو ده بينتهي خصوصيتي. هو عشان افهمكم النظام، هو الشخص اللي بيدخل مع واحد تاني ده ممكن يكون الهدف منه ان هو يتاكد ان انا بنتخب حد معين. يعني مثلا طبعا احنا عارفين ان الانتخابات في دولنا العربيه بتتم ازاي، فاحنا عندنا في مصر مثلا ممكن حد يدخل معايا ليه؟ عشان يشوف ان انا بنتخب لصالح المرشح بتاعه. ليه؟ اصل في اتفاق ما بينه وبينه ان انا هنتخب الشخص بتاعه الخاص اللي هو المرتبط معاه مثلا، وهيدفع لي مبلغ. يبقى هنا بيقول لي الفاميلي فوتنج was observed where more than one person was allowed to enter the polling booth. بولينج بوث معناها اللي هي كابينة الاقتراع أو التصويت. كمان بيقول لي إنه كان في مشاكل في السكانرز اللي موجودة. طبعا المفروض إنه في ناس بتعمل إيه، بتطبق ورقة الاقتراع أو التصويت، هي المفروض إن الورقة تبقى مفرودة، لكن لو حد طبقها أو طي الورقة دي المفروض إنها تعمل زي رموز كده على السكانر، ممكن السكانر ما تتعرفش عليه. طب كانوا بيتعاملوا معاها إزاي؟ طبعا الماكينة أو السكانر اللي بتعمل أصوات المفروض إنها عطل، طب الموظف هيصلح. طيب هل بيبدأ يعمل يعد الأصوات اللي من الأول وجديد، ولا يبدأ من اللحظة اللي هو الماكينة عطلت عندها؟ ما إحناش عارفين. السكانر اللي هي عطلانة يفترض، او البروكن سكانر يفترض انه بيتم استبدالها بسكانر كانت متخزنه في المستودع مثلا. طب انا مش عرفنا ان السكانر اللي موجوده في المستودع دي سليمه، ممكن يكون فيها مشكله. من غير كمان ان في مجموعه من السكانرز الفولت سكانرز بتعلم على ورقات الاقتراع، دي من فقدان خصوصيه. يبقى مشكلتنا في الانتخابات هي موضوع الترانسبيرنسي اللي هي الشفافيه، ان انا مش شايف كل حاجه قدامي، لو كل حاجه بتتم قدامي وانا متابعها يبقى خلاص كده انا مطمن. انما لانه مثلا الاصوات او اوراق الانتخابات بتبقى موجوده جوه الصناديق، الصناديق دي من خشب انا مش شايف اللي جواها، فدي بتخلي الناس تشك في موضوع الانتخابات. اخر نقطه بيتكلم عليها بيقول لي ان رئيس مكتب التصويت نفسه والموظفين اللي موجودين او اللي موجودين في الانتخابات ما كانوش عارفين هي عمليه فرز الاصوات دي بتتم ازاي. ده غير كمان لأهم نقطة إن السوفت وير اللي مستخدم كان بروبرتيري. بروبرتيري يعني سوفت وير مغلق، يعني أنا مش شايف الكود اللي جواه، يعني الشركة عملته ما قالتليش محتواه، هي قالت لي بينفذ كذا، فما ممكن السوفت وير ده يكون فيه أخطاء، وبالتالي محدش عارف هو بيشتغل إزاي السوفت وير ده. وبالتالي إجمالا كده نزاهة الانتخابات في بريطانيا في 2000 و2004 و2008 بقت محل شك. Conclusion المختصر المفيد إنه وجود أجهزة الكمبيوتر في العملية الانتخابية في عملية فرز الأصوات حلو، بس المشكلة إن هو زود الكومبلكستي، عقد المواضيع. يبقى دلوقتي استخدام الكمبيوتر في الانتخابات حتى لو ليه عدد الأصوات اللي هو الـ Voting Counting بيؤدي لتعقيد العملية الانتخابية. إحنا لازم نراجع وراه، لازم أتأكد إنه عد الأصوات إلكترونيا هو نفس الرقم اللي بيديهوني لو أنا عديت الأصوات يدويا، وإيه هيحصل مشاكل. طبعا في النهايه بيقول لي ان اللجنه الانتخابيه نصحت بعدم استخدام الالكترونيك فوتنج للاصوات في بريطانيا قبل ما الحكومه البريطانيه تعمل تعديلات على القانون اللي بينظم العمليه الانتخابيه.
وبالتالي الناس هتبدأ تعتقد إنه النزاهة في نزاهة العملية الانتخابية. يبقى هنا دلوقتي الكوميشنز المفروض ريكومندد أكدت إن الإلكترونيك كاونتينج shouldn't be used، ما نستخدموش في بريطانيا. إلا إمتى؟ إلا لو الحكومة البريطانية الجفرمنت introduced significant changes، إدتني تعديلات على البروسيس، على العملية دي كلها. وكمان إن القانون الانتخابي اللي هو الإلكتورال لو اتحسن واتغير.